بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 113. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في موضوعات الفقه الإسلامي، ونتناول في هذه الحلقة إن شاء الله الكلام عن أحكام الغصب من حيث حكمه وما يترتب عليه. فالغصب لغة أخذ الشيء ظلما، ومعناه في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. والغصب محرم بإجماع المسلمين، لقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والغصب من أعظم أكل المال بالباطل، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. والمال المغصوب قد يكون عقارا وقد يكون منقولا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أراضين. فيلزم الغاصب أن يتوب إلى الله عز وجل ويرد المغصوب إلى صاحبه ويطلب منه العفو والمسامحة. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يعني يوم القيامة. إن كانت له حسنات أخذ من حسناته وأعطيت للمظلوم، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فطرحت عليه وطرح في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها إليه. رواه أبو داود. وليس هذا خاصا بالعصا، لأنه إذا كان هذا حكم العصا الذي يتسامح فيه الناس عادة وثمنه زهيد، فما بالك بما هو أعلى منه. فإن كان المغصوب باقيا رده بحاله، وإن كان تالفا رد بدله، وهو مثل المثل وقيمة المتقوم. قال الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله: أجمع العلماء على وجوب رد المغصوب إذا كان بحاله لم يتغير انتهى. وكذلك يلزمه رد المغصوب بزياداته، سواء كانت زيادات متصلة أو منفصلة، لأنها نماء المغصوب فهي لمالكه كالأصل. وإن كان الغاصب قد بنى في الأرض المغصوبة أو غرس فيها لزمه قلع البناء والغراس إذا طالبه المالك بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. رواه الترمذي وغيره وحسنه. وإن كان ذلك يؤثر على الأرض، أي قلع الغراس والبناء، لزمه غرامة نقصها، ويلزمه أيضا إزالة آثار الغراس والبناء المتبقية حتى يسلم الأرض لمالكها سليمة كما أخذها، ويلزمه أيضا دفع أجرتها منذ أن غصبها إلى أن سلمها، أي أجرة مثلها، لأنه منع صاحبها من الانتفاع بها في هذه المدة بغير حق. وإن غصب شيئا وحبسه حتى رخص سعره ضمن نقصه على الصحيح، لأنه حبسه عن صاحبه ومنعه من التصرف فيه. وإن خلط المغصوب مع غيره، فإن كان مما يتميز بعضه عن بعض كحنطة خلطها بشعير، لزم الغاصب تخليص المغصوب ورده إلى صاحبه. وإن خلطه بما لا يتميز
كما لو خلط حنطة بمثلها لزمه رد مثلها كيلا أو وزنا من المخلوط، وإن خلطه بدونه أو أحسن منه أو خلطه بغير جنسه مما لا يتميز عنه فإنه يباع المخلوط ويعطى كل منهما قدر حصته من الثمن. وإن نقص المغصوب في هذه الصورة عن قيمته منفردا ضمن الغاصب نقصه. ومما ذكروه في هذا الباب قولهم: والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان، ومعناه أن الأيدي التي ينتقل إليها المغصوب عن طريق الغاصب كلها تضمن المغصوب إذا تلف عندها. وهذه الأيدي عشر: يد المشتري ومن في معناه، ويد المستأجر، ويد القابض تملكا بلا عوض كيد المتهم، ويد القابض لمصلحة الدافع كالوكيل، ويد المستعير، ويد الغاصب، ويد المتصرف في المال كالمضارب، ويد المتزوج للمغصوبة، ويد القابض تعويضا بغير بيع، ويد المتلف للمغصوب نيابة عن الغاصب كمن ذبح الحيوان نيابة عن غاصبه. وفي كل هذه الصور إذا علم الثاني بحقيقة الحال وأن الدافع إليه غاصب فقرار الضمان عليه لتعديه على ما يعلمه غير مأذون فيه من مالكه، وإن لم يعلم بحقيقة الحال فقرار الضمان يكون على الغاصب الأول. وإذا كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيره لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه في يده، لأن المنافع مال متقوم فوجب ضمانها كضمان العين. وكل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة لعدم إذن المالك فيها. وإن غصب شيئا وجهل صاحبه حتى يتمكن من رده إليه سلمه إلى الحاكم الذي يضعه في موضعه الصحيح، أو تصدق به الغاصب عن صاحبه بنية ضمانه إن جاء صاحبه، وإذا تصدق به في هذه الحالة صار ثوابه لصاحبه وتخلص منه الغاصب. أيها المستمع الكريم، ليس اغتصاب الأموال مقصورا على الاستيلاء عليها بالقوة والغلبة، بل ذلك يشمل الاستيلاء عليها بطريق الخصومة الباطلة والأيمان الفاجرة. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فالأمر شديد والحساب عسير. وقال صلى الله عليه وسلم: من غصب شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين. وقال صلى الله عليه وسلم: من قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من نار. فاتقوا الله أيها المسلمون، ولا تأخذوا ما ليس لكم، لا عن طريق القوة ولا عن طريق الحيلة ولا عن طريق الخصومة، فإن حقوق الناس عظيمة ولا يبرأ الإنسان منها إلا بمسامحة أصحابها وعفوهم عنه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى لنواصل الحديث معكم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.